كاشفة الذباب المصرية. منظومة دفاعية صاروخية مزودة بأحدث وأهم أجهزة التتبع والتوجيه والملاحقة والاعتراض، فأصبحت قادرة على اعتراض أي جسم يحلق فوق سماء البلاد. ترسانة دفاعية جوية مزودة بأقوى وأخطر الشبكات الرادارية والإنذار المبكر على مستوى العالم، فأصبحت قادرة على رؤية أصغر الأجسام حتى ولو كانت أشباح. وأصبح الجيش المصري هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والوطن العربي، خاصة بعد امتلاكه حق تصنيع كتير من شبكات الرادارات اللي بتمنحه القدرة على كشف سماء الدول المجاورة. وبعد اطلاع خبراء عسكريين من حلف الناتو على منظومة الدفاع الجوي للجيش المصري، سلطوا الضوء على مدى خطورته وحصل جدل عالمي واسع، وأكدوا من خلاله أن إصرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تنويع مصادر السلاح هيجعله قادر على مواجهة الدول العظمى. والكميات الرهيبة اللي بيتم استيرادها من الصين وفرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا وروسيا وحتى كمان تشيكوسلوفاكيا، جعلت الجيش المصري بيمتلك ترسانة دفاع جوي صاروخي قادرة على اعتراض أقوى وأخطر الطائرات الشبحية والمقاتلات الأمريكية، فاستحق سلاح الدفاع الجوي المصري لقب كاشف الذباب. صديقي المشاهد، لو عايز تعرف أكتر عن ترسانة الدفاع الجوي المصري وتكتشف بنفسك إيه سر عظمة الجيش المصري وإصراره على استيراد أحدث الرادارات من مختلف الدول، وإزاي أصبح بيمتلك القدرة على كشف الذباب وأضخم وأحدث الطائرات الشبحية والصواريخ، وليه خبراء الناتو اتصدموا بعد اطلاعهم على المنظومة الدفاعية المصرية، يبقى لازم تتابع معانا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أيها المواطنون، في البداية لازم تعرف أن منظومة الدفاع الصاروخي المصرية هي أقوى منظومة دفاعية في المنطقة، ومزودة بأقوى وأحدث الصواريخ اللي لها طاقة تدميرية فائقة، وأصبحت بفضل سلاح المهندسين في الجيش المصري مطورة بشكل أكبر، زي بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300VM المصنفة كصواريخ روسية بعيدة المدى، وبتمتلك أعلى درجات الدقة والتوجيه والاعتراض والتتبع، اللي بتوفر الحماية للقوات البرية ووحدات المدرعات ووحدات المشاة الميكانيكية، بالإضافة إلى الأهداف الحيوية شديدة الأهمية زي مثلا مراكز القيادة والمطارات والمواقع الهامة زي مفاعل الضبع النووي ومحطات النفط، وده عن طريق تحريك المنظومة بالكامل على عربيات مجنزرة علشان تكون قادرة على التصدي لأي هجوم جوي. وقبل ما نكمل كلامنا، خليني أقولك إن مفيش جهاز أو شبكة رادارات أو إنذار مبكر اسمها كاشفة الذباب، يعني ده اسم كده أطلقوا الخبراء من حلف الناتو بعد ما اطلعوا على المنظومة الدفاعية المصرية واكتشفوا إنها متعددة المصادر وأحدث ما وصلت إليه جيوش الدول العظمى. بمعنى أدق، هو عبارة عن لقب استخدامه حلف الناتو علشان يوصفوا مدى كفاءة وقوة شبكات الرادارات والإنذار المبكر المصرية، إلا أصر القائد العام للقوات المسلحة إنه يستوردها من دول كتير. يعني عندك مثلا بطاريات صواريخ الأرض جو الروسية اللي بيتم إطلاقها على أهداف لها ارتفاعات منخفضة ومتوسطة المدى، فبالنسبة لبطاريات الصواريخ المضادة للطائرات المصنفة كمتوسطة المدى، فهنلاقي منظومة بيتشورا اللي بتحتوي على صواريخ سام 3، ومنظومة ديفيانا اللي بتحتوي على صواريخ سام 2، ومنظومة كاب اللي بتحتوي على صواريخ سام 6 متوسطين المدى، بالإضافة إلى منظومة سلام رام الأمريكية أيضا. وما تنساش يا صديقي منظومة بوك ام 3 القادرة على التصدي لصواريخ كروز والقنابل الذكية، بالإضافة للصواريخ البالستية التكتيكية والصواريخ الجوالة والصواريخ المضادة للرادارات ومختلف أنواع الطائرات والمروحيات، وده لأن بيصل مداها إلى 45 كيلومتر، ده غير قدرتها على الاشتباك مع الأهداف البحرية على مسافة 25 كيلومتر والاشتباك مع الأهداف الأرضية على مسافة 15 كيلومتر. أما بالنسبة للبطاريات المضادة للصواريخ المصنفة كقصيرة المدى، فهنلاقي يا صديقي منظومة كروتال الفرنسية وأفنجر قصيرة المدى الأمريكية الصادرة عن شركة بوينغ الأمريكية، وعلى حسب الموقع الرسمي للجيش الأمريكي فهي بتعتبر أهم عنصر في الدفاع الجوي للمنطقة الأمامية للجيش الأمريكي.
طبعا القائمة لسه طويلة، وده لأنها بتحتوي كمان على صواريخ مضادة للطائرات قصيرة المدى ومحمولة على الكتف زي صواريخ سام 7 من طراز ستيرلا 2 وسام 18 الروسية من طراز إغلا وصواريخ ستينجر الأمريكية، ده غير المدافع الذاتية الحركة اللي تم شرائها بكميات هائلة من دول مختلفة علشان يستحيل على أي عدو إنه يخترقها، لأن تكنولوجيا كل دولة بتختلف عن التانية. فلا من ضمن الترسانة الدفاعية المصرية صواريخ فاتس الأمريكية وأورليكن اللي تم إصدارها بعد شراكة جمعت بين ألمانيا وسويسرا، وصواريخ زد بي يو 1 وشلكة المصنفة كمدفعية مقطورة. ده طبعا غير الصواريخ السوفيتية اللي مش بس قامت مصر بتطويرها، لا دي كمان أصبحت هي اللي بتنتجها وبتكنولوجيا أحدث علشان تدي أداء أعلى وطاقة تدميرية أكبر زي نيل 23 وسينا 23 المصنفين كمدفعيات مقطورة سهل تحركها ونقلها من موقع لموقع وقادرة على إسقاط الطائرات الهليكوبتر مهما كانت بتحلق على ارتفاعات عالية، وكمان بتقدر تدمر أغلب المدرعات والمركبات الحربية اللي بتقوم بشن هجوم مضاد على المواقع الحيوية للجيش المصري. لكن كل الأسلحة والصواريخ دي مش هيكون لها أي فايدة من غير منظومة رادارية قوية تحميها، وهو ده صلب الموضوع، لأننا حابين نسلط الضوء على أهم عنصر في المنظومات الدفاعية ونوضح أن مصر أصبحت مؤخرا بتمتلك أقوى أجهزة الرادار في العالم المعروفة باسم كاشفات الذباب، والإصرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شرائها تسبب له في مشاكل مع كتير من الدول والتحالفات، لأنهم عارفين إن الجيش المصري لو امتلك القدر الهائل ده من أحدث الرادارات دي هيبقى من المستحيل حتى على الأشباح إنها تحلق فوق سماء مصر بدون علم جيشها والحصول كمان على إذن وتصريح رسمي من القائد العام للقوات المسلحة، وإلا هيتم قصفها وتدميرها بالصواريخ اللي اتكلمنا عنها بشكل مختصر في البداية، ولا بالمناسبة في غيرها كتير لسه ما تكلمناش عنه. وفقا لوكالة الأنباء ستيب نيوز، فحلف شمال الأطلسي المعروف باسم الناتو بعد اطلاعه على شبكة الرادارات المصرية اكتشف امتلاك الجيش المصري لواحدة من أقوى شبكات الرادار في العالم المزودة بأحدث أنظمة الإنذار المبكر والمسح الجوي اللي بتمنح الجيش القدرة على تحديد واعتراض أي جسم يحلق فوق سماء الدولة مهما كان مرتفع أو مزود بأجهزة تشويش وبيحلق على ارتفاعات منخفضة. ودي كانت صدمة لجميع المسؤولين في حلف الناتو لما عرفوا إن مفيش أي شبح أو صاروخ باليستي هيدخل الحدود الجوية المصرية إلا بأمر مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، وعلشان كده تم إطلاق اسم كاشفة الذباب على المنظومة دي لأنها مكونة من مجموعة ألوية وكتائب للإنذار المبكر غير مسبوقة لأي دولة، وبتتضمن أخطر وأحدث الرادارات الروسية والأمريكية والأوروبية والصينية. والمفاجأة صديقي إن جزء كبير من المنظومة الرادارية دي من ابتكار الجيش المصري، يعني مش بيستوردها ويعيد تطويرها فقط. ولما خبراء حلف الناتو شافوها كانت صدمة بالنسبة لهم لأنها فائقة الحساسية وأحدث وأفضل من اللي بتمتلكها الدول العظمى لأنها متنوعة بشكل مذهل. فعلى سبيل المثال مصر عندها شبكة رادارات ثلاثية الأبعاد اسمها ريزونانس ان اي روسية الصنع ومصممة خصيصا لتنفيذ مهام الإنذار المبكر والمسح الجوي الفضائي بعيد المدى، ده غير انه بيعمل في نطاق التردد العالي جدا ذات الأطوال الموجية المترية واللي بتسمح برصد الأهداف الصعبة مثل الأهداف الشبحية والصواريخ الجوالة والباليستية والأهداف الجوية ذات سرعات فرط الصوت، وده لأنه بيصل مداها لحوالي 1100 كيلومتر وبارتفاع بيصل لحد 100 كيلومتر وبتقدر ترصد أكتر من 500 هدف في وقت واحد وفي مختلف الظروف الجوية لامتلاكها الحصانة الهائلة ضد كافة ومختلف وسائل الإعاقة والشوشرة، وقادرة على اكتشاف هدف بحجم مقاتلة من مسافة 350 كيلومتر إذا كانت على ارتفاع 10 كيلومتر، بالإضافة إلى رصد الأهداف الإيروديناميكية بمدى تغطية بيصل مدى ل 600 كيلومتر، ده غير رادارات بروتيفناك جي إي ثلاثية الأبعاد الروسية اللي بيصل مداها إلى 400 كيلومتر بارتفاع 150 كيلومتر، ولكنها بتستطيع رصد وتتبع 200 هدف فقط في وقت واحد، وقادرة على كشف وتتبع الصواريخ الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الجوالة وكشف الطائرات الكبيرة والصغيرة وتحديد الأهداف والتعرف عليها وإضاءة الأهداف لصواريخ أرض جو وتوجيه المقاتلات لأهداف وكشف الأهداف الجوية الصغيرة والتشويش عليها، بالإضافة إلى شبكة الرادارات المعروفة باسم
بولدت إي، ده غير أنه بيوفر المعلومات والبيانات لمنظومة صواريخ S-400 القادرة على تتبع 200 هدف في وقت واحد. والرادارات دي بقى يا صديقي هتلاقيها مخصصة للكشف عن الأجسام اللي بتحلق على ارتفاعات منخفضة وشديدة الانخفاض، زي طائرات الهليكوبتر وطائرات الاستطلاع وطائرات الدرونز والطائرات بدون طيار، ودي كلها شبكات رادارية مستوردة من روسيا فقط. أما أجهزة الكشف اللي أصر الجيش المصري على استيرادها من فرنسا فهي شديدة الأهمية، لأنها متطورة بشكل ملحوظ ومعروفة عالميا باسم GM-400، ودي شبكة انذار مبكر من طراز AESA بيصل مداها ل 400 كيلومتر للنسخة المحمولة على عربة و 470 كيلومتر للنسخة الثابتة على الأرض. وهي دي نقطة التطور هنا صديقي، يعني باختصار كده التطور ده بيتمثل في إن الرادارات بتكون محمولة على عربات متنقلة مش أجهزة ثابتة زي الرادارات الروسية اللي بيصل مداها لأبعد من المسافة دي. ودي نقطة مهمة جدا لأنها بتمكن قوات الجيش المصري من تحريكها ووضعها عند النقاط الحدودية، فتكون ساعتها كشف كل حاجة بتحصل في سماء الدول المجاورة، وده بيمنح الجيش المصري فرصة الاستعداد قبل قدوم الخطر بوقت كافي. والمثير في الموضوع إن الجيش المصري مش بس قام بتطويرها، لا ده كمان أصبح بيمتلك حق تصنيعها زي رادارات TBS-63 ثنائية الأبعاد اللي استوردها الجيش المصري من الولايات المتحدة، وبعد كده بدأ في تجميعها محليا ثم انتقل إلى مرحلة تصنيعها، فقدر إنه يوصل بمداها ل 280 كيلومتر وبارتفاع 12 كيلومتر. وطبعا هنلاقي شبكات رادارات من دول تانية زي الشبكة الإيطالية المعروفة باسم RAT-31 واللي بيصل مداها لأكثر من 500 كيلومتر وبارتفاع بيتراوح بين 20 ل 40 كيلومتر، وده غير إصرار الجيش المصري على استيراد شبكة إنذار مبكر ثلاثية الأبعاد من بريطانيا اسمها كومانر SL، ودي بقى متطورة جدا وأحدث ما وصلت إليه هيئة الأبحاث الإنجليزية، وبيصل مداها لأكثر من 470 كيلومتر وبارتفاع يصل إلى 30 كيلومتر. وعلشان كده تم التعاقد على شراء كميات أكبر منها في معرض إيدكس العالمي الأخير الخاص بعرض أحدث المنظومات الدفاعية، ده غير إنها تعاقدت على رادارات الإنذار المبكر من طراز AN-SPS-48E اللي بيصل مداها ل 400 كيلومتر وقادرة على تتبع كافة الأهداف الجوية. وفي معرض إيدكس الأخير تعاقدت مصر على أجهزة إنذار مبكر من السويد بالشراكة مع ألمانيا معروفة باسم Giraffe 4A واللي بيصل مداها لأكثر من 400 كيلومتر. وكل أنظمة الكشف المبكر والاعتراض متنوعة المصادر دي صديقي إلى جانب المنظومة الدفاعية اللي تكلمنا عنها، فهي بتشكل تفوق مذهل لسلاح الدفاع الجوي المصري، وعلشان كده أطلق عليها الناتو اسم كاشفة الذباب لأنها بتضم الأهم والأحدث والأخطر على الإطلاق ومتنوعة من دول مختلفة، فبتمنح الجيش المصري تفوق ملحوظ على جيوش الدول العظمى، لأن بالإضافة إلى الاستيراد فالجيش كمان بيملك رادارات محلية ثنائية الأبعاد معروفة باسم ESR-32A ودي صناعة مصرية 100%، وبتكشف الأهداف من مسافة 250 كيلومتر وبارتفاع يصل 12 كيلومتر، واستغرق الوصول ليها مدة 3 سنوات بعد اشتراك مركز بحوث القوات المسلحة ومراكز بحثية عسكرية ومدنية مختلفة لحد ما تم تصنيعها في شركة بنها للصناعات الإلكترونية. وظهر في معرض إيدكس عام 2018 كنواة للشبكة الجديدة ثلاثية الأبعاد اللي هتقوم مصر بتصنيعها قريبا. والحقيقة إن الكلام يطول عن أهم منظومة دفاعية في العالم وهي منظومة الدفاع الجوي المصري، وده لأن كالعادة سر التفوق كان بيكمن في فكرة التنوع. فنلاقي الجيش المصري استورد من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا 5 رادارات جديدة اسمها TBS-59 ودي بيصل مداها ل 800 كيلومتر ومتخصصة في كشف الصواريخ البالستية والتكتيكية، وبتعمل مع بطاريات صواريخ هاوك وصواريخ باتريوت. والأهم من كده إن تم تطويرها بكوادر مصرية علشان تكون أكثر دقة وسرعة. يعني باختصار عبقرية الجيش المصري تفجرت في استيراد شبكات رادارات وإنذار مبكر من جميع الدول العظمى زي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وإيطاليا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وغيرها كتير من الدول، علشان يكون سلاح الدفاع الجوي المصري قادر على كشف أصغر وأدق الأجسام الطايرة أو حتى
أحدث وأضخم الطائرات الشبحية الأمريكية والمقاتلات الإسرائيلية والبريطانية والروسية، ويكون قادر كمان على تتبعها وملاحقتها واعتراضها لو ظهر إنها معادية ورفضت تستجيب لأوامر القيادة العسكرية، تحصل على تصريح قبل اختراق الحدود الجوية المصرية. وبكده تكون خلصت حلقتنا. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا عاوزين مواضيع ايه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت وتستنوا المواضيع اللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.